أرجو مدى معرفة صحته من عدمه. صحيح البخاري في باب الغسل أنه كان أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وأن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيق؟ قال كنا نتحدث أنه أطيق هو 30 رجل. نعم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا العمل في ساعة واحدة يعني رافع دجاجه يطب من باب الباب. تو بهج اسم تو پیداز بار نور شمس و محتاز خنده علی و زهراز خنده علی و زهراز علی قرآن علی میزان علی قرآن علی میزان علی معشوق دل شاه خراسان علی ایمان.